رحب بحضراتكم مشاهدي ومتابعي اكسترا نيوز الى هذه التغطيه الخاصه واللي هنتكلم فيها عن الحوار الوطني اللي بيهدف في حقيقه الامر الى تعزيز فكره تبادل الرؤى بين مختلف الاطياف داخل المجتمع المصري. كمان هنناقش كل المستجدات بشان فعاليات الحوار الوطني اللي دعا اليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل افطار الاسره المصريه في شهر رمضان الكريم الماضي للنقاش والتوافق على اولويات العمل الوطني، حيث أن الحوار الوطني بيعد طبعا خطوة مهمة نحو الإصلاح السياسي وكذلك نقلة نوعية في الحياة السياسية. نتكلم النهاردة عن أهمية الحوار الوطني ونتائجه المرتقبة. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصيا مع وعد بالقيام بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية. احنا لما اتكلمنا على ان احنا محتاجين نعمل حوار وطني، الحوار الوطني كان شكل، ما كانش في اتجاه محدد، لا نطرح كل القضايا وكل الجهات اللي عايزه تتكلم مش سياسي بس. الحوار الوطني معمول ليه؟ عشان نسمعكم وتسمعونا. ممكن نختلف او يبقى في خلاف بس ما بقاش اختلاف. عن استعدادات الأحزاب للحوار الوطني وكيف ترى أهميته وانعكاساته على الحياة السياسية، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. برحب بحضرتك معنا فندم دكتور عصام. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أشكرك يا فندم. يعني بداية، كيف ترى الأحزاب السياسية أهمية الحوار الوطني في هذا التوقيت؟ الحقيقة الحوار الوطني إحنا بنعتبره للمرحلة الجاية أنه حجر الزاوية بالنسبة للأحزاب السياسية أو بالنسبة لكل من هو مهتم من المواطنين بأنه يضع أهمية أولويات المراحل اللي جاية في الجمهورية الجديدة. الحقيقة هو بيحمل أكثر من فكرة، توقيته كان مهم جدا لأنه في الفترات الأخيرة حتى الحوار نفسه، لغة الحوار والتفاهم بين الرأي والرأي الآخر، الحقيقة إحنا في المراحل الأخيرة أو في السنوات اللي فاتت كلها افتقدنا هذا النوع من أنواع الحوار. يعني أصبحنا إن إحنا لو اختلفنا في الرأي بنصبح أعداء أو في خصومة، لكن ما دام بنشتغل من أرضية وطنية وعلى أرضية وطنية فده معناها إن جميع من يشترك في هذا الحوار المفترض أن يكونوا يضعوا مصلحة الوطن أولا. فدي الجزئية الأولانية، إن هي لغة الحوار اللي هي هتبقى متواجده ما بين كل المتحولين. الجزئيه الثانيه هي بتدي اشاره لان فعلا القياده السياسيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتح ذراعيه لكل من يعطي بالراي المفيد، بس طبعا ده ما هياش ان انا لما اجي اقول راي لابد ان يكون درس كويس قوي، ولازم اكون اقول الاراء والافكار مبنيه على إمكانيات الدولة اللي موجودة. احنا ممكن صحيح. نقول يبقى بنقول آلاء أحلام وآمال مش هتتحقق، لكن لازم احنا يعني خدنا هذا المنهج في الحزب، عملية رصد الواقع الموجود وإيه المشكلات الحقيقية اللي موجودة. وخلينا أقول لحضرتك إن احنا الجزء الرئيسي اللي احنا مهتمين بيه، أو أنا عايز أقول لهم جزئيتين في الحقيقة. الجزء الأولاني هو المحور الاقتصادي، لانه ده يمثل لنا اهميه ضخمه جدا. الجزء الثاني هو المحور الاجتماعي وبناء اعاده بناء الشخصيه المصريه كي تكون متواكبه مع ما نحلم به في الجمهوريه الجديده. ربما حديث حضرتك ده بيتضمن شكل من أشكال الاستعدادات للحوار ضمن تحالف الأحزاب المصرية. خليني أسأل حضرتك، كيف يمكن التوافق على أولويات العمل الوطني؟ حضرتك ده هيكون من خلال الحوار في التوافق على أولويات العمل الوطني، لأنه ما حدش هيختلف على أنه أي حد كأحزاب سياسية أو حتى شخصيات عامة
يعلم أن الحياة المعيشية وهموم المواطن هي في المقام الأول دي أولوية في الحوار الوطني، عشان نقدر. وبهذا لو احنا فعلا دخلنا بمفهوم المتحورين عدم المزايدة أو التنظير، بنتكلم مصلحة المواطن فعلا، أنا متأكد أن النتيجة هتكون نتيجة جميلة يعني. وبناء على هذا الكلام حضرتك، فعلا احنا واخدين الموضوع بجدية تامة، وبدليل ان احنا كان اخر حاجة ارسلت لينا من مجلس امناء الحوار الوطني وطلبهم لينا بان احنا نرشح من عندنا الشخصيات والكوادر في المصريين الاحرار في المحاور المختلفة. وخلينا نطرح لحضرتك حاجة اسعدتني جدا، ان هو ذكر حاجتين مهمين جدا، ان احنا نبعت مع اسماء الشخصيات دي السي في بتاعها، والجزء الثاني الرؤية الحقيقية بالتفصيل لدراستها. فده بيديني انا اطمئنان يعني كان في شروط وضوابط لل يعني الشخصيات المرشحه لهذا النقاش. بالظبط، وده بيديني الجزئيه بتاع الجديه، وده اللي بيخليني ارد على بالظبط كده، دي مصداقيه فعلا. وفعلا احنا في قطاع ابتدينا نتراسل مع المفكرين والناس اللي ما بيفكروا، سواء كان في المحور الاقتصادي بمختلف قطاعاته، سواء كان من الناحيه القانونيه وتشجيع الاستثمار والسياحه وغيره، والجزء الاجتماعي ايضا. وفعلا مطلوب منهم انهم يبعتوا لنا السيفيهات بتاعتهم، والرؤيه بتاعتهم هي رؤيه المصريين الاحرار يعني. متفق. دكتور عصام، خليني اسال حضرتك اخيرا، ما دلاله هذا التوافق في الوقت الذي تسير فيه الدوله المصريه نحو بناء يعني جمهوريه جديده تتسع للجميع؟ اسف ما سمعتش الجزء الاول من السؤال حضرتك. بسال سيادتك يعني ما دلاله هذا التوافق في الوقت الذي تسير فيه طبعا الدوله المصريه الى توجه يعني لبناء جمهوريه جديده بتتسع للجميع؟ هو حضرتك انا النهارده ما يعني مش عايز اقول ان التوافق ده هيبان في 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 الجلسات، في النتائج النهائيه الجلسات هتبان هذا التوافق. ولكن انا متاكد ان الاليه الموضوعه، وحتى لو كان في ناس بتلوم ان العمليه فيها شيء من البطء، لكن انا بقول ان الدقه، لان الموضوع كبير، الموضوع مش سهل، هموم مصر كثيره، والرؤيه انها يعني اللي انا كمان الشيء الايجابي اللي انا شايفه ان هي ما اقتصرتش على لا عدد معين من الناس، لكن فاتحه لكل الاراء وكل الافكار. فبالتالي الجزء التوافقي، لو كلنا زي ما بقول لحضرتك رايحين بخلفيه ان مصر اولا، ولا يوجد مصالح شخصيه ولا يوجد طلبات معينه فئويه، ولكن تبقى الطلبات لمصلحه الوطن، بالتاكيد هتكون لها مردود جيد جدا على الوطن. أنا بشكرك شكرا جزيلا. بكل تأكيد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. المزيد أيضا مشاهدينا، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والكاتب الصحفي. برحب بحضرتك معنا أستاذ عماد. أهلا بيك يا فندم، أهلا بحضرتك. بداية خليني أسأل حضرتك عن يعني تفسيرك لاتفاق جميع الأطياف المدعوة لجلسات الحوار الوطني، بالتأكيد على فكرة الشراكة لا الخصومة والتوافق على أساسيات العمل بين الجميع. طبعا ده تطور وشيء محترم وشيء مهم. القاعدة الأساسية في العمل السياسي إن احنا الأول شركاء العمل السياسي عموما يكونوا متفقين على فكرة ان فيه شراكه وفي اتفاق على قواعد عامه وفي خلاف على بعض التفاصيل. فمن طالما ان احنا متفقين على ان احنا كلنا تحت سقف القانون والدستور والدوله المدنيه، فمن حقنا ومن الطبيعي ان يبقى في خلافات في وجهات النظر في الاولويات. ما حدث في جلسات الحوار الوطني منذ انعقاد الجلسه الاولى في الاسبوع الاول من شهر يوليو الماضي وحتى اخر جلسه، كان هو تطبيق عملي لهذا الامر، انه في توافق اساسي على الافكار العامه الاساسيه، ان احنا نتحاور تحت رايه الوطن، نختلف في اي قضايا لكن الاحترام موجود والتقدير موجود، ونتناقش حتى نصل الى اتفاق. هذا هو اهم ما حققته الجلسات التمهيديه للحوار الوطني في المرحله الماضيه. أستاذ عماد، كيف تدعم هذه المقدمات وهذه يعني الأرضية المشتركة، وكيف تدعم نجاح هذا الحوار؟ هي ضمانة أساسية، لأنه بدون توافق وبدون تفهم
وتقدير المكونات المختلفة. تعلمين أن الحوار الوطني فيه المجلس الأمناء 19 عضو، وفيه منسق ورئيس أمانة فنية، وفيه العديد من المقررين والمقررين المساعدين والأعضاء، ودول عاداتهم بالمئات من كل التيارات والأفكار السياسية المختلفة. ورغم ذلك، رغم هذه الخلافات، ورغم أنه ما كانش في سياسة بمعنى المفهوم في السنوات الماضية بسبب كثرة التحديات، لكن جلسات هذا الحوار أفرزت حالة من الفهم والتفاهم بين المكونات المختلفة، وده انعكس في اختيار الموضوعات، اختيار المحاور، اختيار اللجان، اختيار القضايا داخل اللجان المختلفة. وأنا أتصور حينما يبدأ الحوار الوطني إن شاء الله خلال أيام سيكون لذلك مردود جيد، ونصل إن شاء الله إلى توافق عام لمصلحة الوطن. خليني أسأل حضرتك عن تفسيرك وتقييمك للنجاح في جمع القوى والأحزاب المختلفة أيديولوجيا على طاولة واحدة. هو الأمر طبعا يعني ليس بيسير. بطبيعة الحال نعلم أنه الدعوة بالأساس جاءت من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل الماضي. في الفترة من هذا التاريخ حتى أول يوليو تم اختيار المنسق العام الأستاذ دكتور ضياء رشوان وأعضاء مجلس الأمناء، ثم مسؤول الأمانة الفنية ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، وده تم بتوافق بين القوى الأساسية السياسية الأساسية الموجودة في المجتمع المصري، خصوصا الجبهة الديمقراطية، الجبهة المدنية الديمقراطية. وبعد ذلك تم يعني خلال الجلسات الأساسية العشر الأولى تم التوافق على فكرة الأسماء، الأسماء الأساسية التي ستخوض الحوار الفعلي، وكانت هذه الأسماء تمثل غالبية إن لم يكن كل القوى السياسية المدنية المصرية وليس طبعا الإرهابية التي جرى التوافق على استبعادها. وبالتالي خلال هذه المرحلة تم يعني أن يكون هناك مبدأ أساسي، ما فيش تصويت لأنه الأمور ليست أغلبية أو أقلية، لكن الهدف هو الوصول إلى توافق. وأهم حاجة كمان أيضا أن يبقى فيه فكرة التوازن، بمعنى ألا تجور الحكومة على المعارضة وألا تتعامل المعارضة باعتبارها أغلبية. ده بيؤدي بصورة آلية إلى حدوث التوافق وحدوث أو توقع إن شاء الله الوصول إلى نتائج طيبة. طيب، في مسار مهم جدا أستاذ عماد، وهو يعني ضرورة خلق حالة عامة من الوعي بهذه الجلسات وهذا الحوار الوطني لدى المواطن. يعني ما رأيك في يعني ضرورة إيصال هذه النتائج المنبثقة عن تلك الجلسات إلى المواطن في الشارع؟ الأمر الأساسي طبعا هو أن الجميع يكون الحوار يجري على أسس سليمة، أنه يصل إلى نتائج. الوصول إلى نتائج سيشعر به الجميع بصورة آلية لأنهم سيلمسونه. وهنا يتحدث رجل الشارع، هناك علينا أن نفرق بين الحوار الوطني يعني يهتم به بالأساس النخبة والمنشغلين بالعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي من أحزاب وقوى سياسية ومؤسسات ونقابات وحكومة ومعارضة ورأي ورأي آخر. لكن حينما يستطيع الحوار يعني في الجزء السياسي المهتم بالأساس هي النخبة، لكن حينما يستطيع هذا الحوار أن على سبيل المثال أن يوسع دائرة العمل السياسي، أن يدعم الأحزاب، أن يناقش قضايا اقتصادية مثلا ويقترح حلول عملية لها، وهذه بمعنى أنه السيد الرئيس قال أنا مستعد لحضور الجلسة الختامية أو جلسات الختامية وإصدار قرارات وقوانين أو تشريعات عبر مجلس النواب تؤدي إلى حلحلة الأمور والتقدم للأمام. حينما يحدث ذلك إن شاء الله سيشعر به المواطن منعكسا على حياته المباشرة. صحيح. أنا بتوجه بالشكر بكل تأكيد لحضرتك أستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والكاتب الصحفي. حصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للإعلام على حقوق البث الأرضي لمباريات فريق الكرة بالنادي الأهلي بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية بداية من اليوم بالدور الثاني.
فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نعود من بعده لاستكمال هذه التغطية الخاصة، ابقوا معنا. بجدد الترحيب بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الخاصة واللي بنتكلم فيها عن الحوار الوطني. للمزيد من التفاصيل والنقاش بيكون معنا عبر الهاتف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. برحب بحضرتك معنا يا دكتور هشام. أهلا وسهلا بك أستاذة مشاهدي. بداية يا فندم، المحور السياسي في الحوار الوطني بيضم بكل تأكيد 5 لجان رئيسية بيندرج تحتها طبعا العديد من الملفات المهمة مثل مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب والمحليات وغيرها من الأمور. برأيك كيف تتكامل هذه المحاور لتكملة مسيرة الإصلاح السياسي المنشود؟ طبعا حابب في الأول يعني احنا بنقول مرة هنا 10 شهور تقريبا من الإعلان التاريخي اللي أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أطلق الحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية. ده كان ليه بالتأكيد أثر إيجابي في الحياة السياسية والمجال العام في مصر بشكل كبير جدا. شفنا انفتاح للمجال العام، وطبعا ده فتح بقى المجال العام للدراسة ايه الملفات اللي احنا عايزين نشتغل عليها، الحاجات اللي كانت شغلة بال الناس، ومن اهمها طبعا الملف بتاع المحور السياسي. انا وجهة نظري ان الحوار ملفاته متكاملة، يعني سواء كان المحور السياسي او المحور الاقتصادي او المحور الاجتماعي بيتناول كافة الملفات اللي بتشغل بال السياسيين والرأي العام في مصر عموما. طبعا بالنسبة للسياسيين كان في محتاجين زي ما بنقول كده، يعني الحوار الوطني ده كان قبلة حياة وكان انفتاح كبير ان هو افاق ان احنا كنا بدأنا نفكر بقى في المرحلة الجديدة بالجمهورية الجديدة، شكل الأحزاب السياسية المفروض يكون شكله ازاي، المشاكل اللي هي كانت بتقابل احنا بالنسبة لنا من خلال التجربتين اللي فاتوا في عملية مباشرة الحقوق السياسية، الاشكاليات القانون اللي كان موجود، هو أنت بحاجة ولا في حاجة تانية. ملف من الملفات المهمه جدا طبعا ملف المحليات، ان احنا قعدنا 10 سنين من ساعه ما بدانا يعني اقرار الدستور، وكان منصوص فيه ان هو المحليات ده جزء مكمل للعمليه الدستوريه والعمليه السياسيه في مصر. محتاجين نتناقش فيه، محتاجين نتناقش في المركزيه واللا مركزيه في المحليات، وان احنا بالنسبه لنا المفروض نتجه الى دوله لا مركزيه فيها حريه الحركه والنشاط الاقتصادي بالنسبه للمحافظات. جينا نتكلم في مرتبط بيها التقسيم الاداري للدوله، زي ما شفنا من المخرجات المهمه ملف حقوق الانسان، وده كان ملف مهم جدا، ويمكن مع زياره بلينكن وزير الخارجيه الامريكي ان هو بالنسبه لنا اشاد باللي حاصل والتطور اللي حاصل في ملف حقوق الانسان في مصر، مرورا من اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، الغاء قانون الطوارئ، العفو عن لجنه العفو، ومش بس العفو، احنا كنت يمكن من خلال منبركم هنا في اكثر من مره فيما يتعلق بالعفو، العفو دلوقتي فيه واخد خطوات ان هو في لجان للدمج وتاهيل المفرج عنهم سواء على المستوى النفسي او على المستوى الاجتماعي. حضرتك ربما بتتحدث طبعا عن انعكاس هذا الحوار على الحياه السياسيه بشكل عام في مصر، لكن خليني اسالك، ده ياخذنا ل يعني امر اخر، وهو يعني الاليه، طريقه تطبيق هذه المخرجات. هو المهم جدا ان احنا بالنسبه لنا، انا شايف ان احنا خدنا وقت طويل في عمليه التجهيز، وده كان مهم من الملفات مهمه، بس احنا شايف ان احنا دلوقتي محتاجين عمليه تسريع للحوار، وان كل المعوقات احنا محتاجين دلوقتي، دي حاجه يعني مهمه جدا 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 للراي العام في المرحله دي، ان هو يبدا يشهد مخرجات، لانه حصل مجهود كبير جدا من الاحزاب، وان هي مجهود كبير من اللي موجودين في الحوار لتنظيم الملفات، القضايا المفروض الناس جهزت اوراقها اللي تقدمها، فاحنا شايفين ان احنا المفروض يسرع من هذه الخطوات، لان الراي العام لازم يشوف يعني اهميه ما حدث، وعايزين برضو نشوف اختبار للاحزاب، ان الاحزاب الجاده اللي هي بالنسبه لها اللي اشتغلت على الملفات واستغلت الفرصه التاريخيه اللي هي بالنسبه لها، هل جهزت ملفاتها صح ولا احنا امام ظاهره كلاميه اعتراضيه احتجاجيه وما عندناش حاجه نقدمها،
يعني هو الرئيس فتح ايديه وقال يلا يا مصريين تعالوا بقى نتكلم في مشاكلنا، احنا مش دلوقتي خرجنا من المرحله الاحتجاجيه، احنا عايزين نخش في مرحله استقرار ونقاش، حوار جاد من اجل الوطن، نجمع الجميع عشان نخرج بمخرجات تهم المواطن، عايزين نخرج بتشريعات حسم من الحاله السياسيه وتضع حلول للوضع الاقتصادي ونشوف ونتناقش هل الطريقه اللي احنا ماشيين فيها في الوضع الاقتصادي هي احسن الطرق ولا لدينا ممكن يكون في افكار اخرى. السيد الرئيس في المؤتمر الاقتصادي عرض كل الوضع الاقتصادي في ملتقى الصناعه، عرض كل الاشكاليات اللي موجوده وسبل حلها، فالناس بقى عندها معلومات وداتا، اللي عايز يشارك في قضايا الوطن وان هو يتفاعل مع الحوار، هو كان بالنسبه له دلوقتي معاه ادوات المفروض يقدم برامجه، هو ايه البرامج اللي موافق عليها، البرامج البديله، ايه تصوره لو عنده افكار زي ما قال الرئيس، احنا محتاجين افكار، محتاجين ناس نفكر خارج الصندوق، المشاكل معروفه، عايزين. فطبعا الحوار ده كان هو وسيله مهمه جدا عشان الناس تعمل الهوم ورك بقى، ده هو النقاط اللي موجوده ايه؟ المحاور ال 19 دول جوه كل محور في عناصر المفروض تتناقش، المفروض في احنا بالنسبه لنا كحزب جهزنا مئات الاوراق، يعني عملنا اكثر من 10 صالونات لمناقشه الحوار الوطني، اكثر من 60 خبير قعدنا معاهم، نزلنا نتكلم مع الناس في الشارع عشان نشوف ايه ابرز الراي العام تحت بيقول ايه وهو محتاج ايه، ابرز المتطلبات طبعا. طيب بالعوده للحديث استاذ عصام، دكتور هشام اسمح لي بالعوده للحديث عن الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان اللي حضرتك تطرقت لها منذ قليل، يعني هنجد ارتباط وثيق بين اجراء هذا الحوار وتنفيذ الاستراتيجيه، برايك برضو يعني الخطوات التنفيذيه نحو هذه الخطوه؟ البث من اروع الحاجات اللي حاصله في مصر الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، لان انا شايف ان فيها يعني اولا خطواتها حكيمه جدا وعامله توازن ما بين ملف حقوق الانسان وملف احنا بالنسبه لنا كنا خارجين وما زلنا الى الان مستهدفين من قبل يعني اعداء للدوله المصريه واعداء للوطن وعملاء، فهو احنا بالنسبه لنا كنا بنفكر في حاجتين، يعني الاستراتيجيه بتراعي ان احنا بالنسبه لنا ازاي ناخد خطوات قويه وسريعه ومؤثره، يعني مثلا اطلاق الاستراتيجيه نفسها موضحه في جوانبها الاربعه ان في تصور كامل للدوله المصريه لملف حقوق الانسان، وان هو بتنظر لملف حقوق الانسان ده بصوره شامله وكامله عبر سواء كان محور سياسي ومدني، سواء كان محور اقتصادي واجتماعي، او سواء حتى الناس اللي هم ذوي الهمم او الناس اللي لهم احتياجات خاصه، او الملف الوعي والتثقيف اصلا ده ملف مهم جدا، فالاستراتيجيه شامله، اعقابها بعد ذلك خطوه مهمه جدا يعني لم تحدث في مصر من سنين طويله جدا، وهي قضيه الغاء حاله الطوارئ اللي كانت موجوده. بعد كده دخلنا في مرحله ان هو نعمل حوار وطني ولجنه عفو رئاسي، اطلق المئات الف وشويه خرجوا، واحنا بالنسبه لنا مع المناقشه مع اللي ماسكين لجنه العفو الرئاسي بندور على اي حد هو شايف ان في حد دخل او ان هو مظلوم او ان هو كذا او ان هو بالنسبه له كانت حاجه زياده او ان هو كذا او كذا، بندور وبنبعت وبيتفاعل لجنه العفو وبنشوف دايما قايمه من المفرج عنهم وعمليه دمجهم المستمره. اللي انا اقصده ان مصر ماشيه بخطوات واضحه ومخططه فيما يتعلق بملف حقوق الانسان. اعقب الكلام بقى ده ان هو انفتاح الحاله السياسيه. بدأنا نشوف الأحزاب بتطلع تتكلم في التلفزيون، برنامج زي برنامج حضرتك كده في الحوار الوطني بيستضيف دايما أطياف مختلفة من الأحزاب السياسية بتطلع وبتعبر عن رأيها، احنا ما كناش بنشوف ده في فترة قبل كده، بدأ يكون موجود. احنا بالنسبة لنا عملنا لما بدأنا نتحرك على الملف بتاع الحوار الوطني جالنا تغطية إعلامية جيدة مشكورة، جاء خبراء في ميادين، ففي حراك سياسي، انت شايفه دلوقتي اجتماعات، الحاله دلوقتي الناس مشغوله بالراي العام، كل الكلام ده مرتبط بملف حقوق الانسان وملف الحريات اللي موجود الناس بتتكلم عنه، وفي نفس الوقت مش عشوائي ومتسرع على حساب ثوابت الامن القومي، يعني احنا بنقول للناس ما فيش حاجه اسمها ان انت بالنسبه لك تقول لي عشان اخش حوار وطني
افرج عن كل اللي اتمسك ازاي. انا عايز اتاكد ان اللي اتمسك اللي انت بتقول عليه ده هو لو مخرب، لو ضد الدوله المصريه، لو هو كان بالنسبه له بيدعو لتفكيك جيش او شرطه. يعني ايه؟ انا بالنسبه لي كمواطن اقلق. انا مش صحيح. بالنسبه لي مش مع العفو، ما فيش حاجه اسمها يعني عفو عام. احنا بندور اللي في العفو ان هو بالنسبه له حد مثلا دخل في بوست ما كانش المفروض يتكتب، شاب صغير مش فاهم هو كتب ايه. انما ان بالنسبه لي تقول لي ان احنا بالنسبه لنا احنا بعالج ظاهره واحد مخرب او بيدعو للاعتداء على الجيش المصري. اذا حضرتك دكتور هشام يعني بتقول انه هناك في شيء من الدقه ومن التحري يعني ويعني الامعان في هذه الامور، وده مهم جدا. هي انا بالنسبه لي احنا بالنسبه لنا بننظر لمصلحه وطن، واحنا بالنسبه لنا لما نيجي بنشوف لازم الامور تكون متوازنه ولازم الامور تكون محسوبه. يعني احنا بنقول عايزين نفتح المجال العام، كويس جدا، بس هل احنا نفتح كلمه نفتح المجال العام ان احنا هنفتح المجال العام لمين؟ للعائل اللي عنده حلول اللي هو بيناقش حتى لو بيعترض. انما هل انا بالنسبه لي في ناس ممكن تكون فاكره ان فتح المجال العام ان انا بالنسبه لي انا كحزب او كتصور ما تقوليش ان افتح مجال العام يعني انا بالنسبه لي احتجاجات ونرجع بقى تاني لفوضى. لا، احنا بنتكلم على فتح مجال عام لناس عندها رؤى ممكن تكون حتى معترضه على بعض قرارات الحكومه، شايفه ان في حاجات ممكن احسن تتعمل. ده من حقه انه يتكلم، بيحب بلده وعايز يتكلم، وافق ام خالف. انما مش معنى الحوار الوطني او ان انا بالنسبه لي تقول لي الافراج عن يعني ايه الافراج؟ ما في قضاء، والقضاء ده وفي اجهزه محترمه سياديه شغاله. انت ممكن نتكلم في حد مثلا ايه غلط في ظروف كانت البلد بتمر بيها بشكل معين، الاحكام كانت ثقيله شويه، فاحنا ممكن من دلوقتي نطلعه. انما في ثوابت نقول ان الحوار الوطني فاتح المجال العام، بس فاتح المجال العام ده بشرطين: الا يخل بثوابت الامن القومي، والحاجه الثانيه ان هو مش معنى ان احنا الرجوع ثاني بقى للاحتجاجات واللهجه اللي مش واعيه ومش ناضجه. صحيح. احنا دلوقتي عايزين نخش في جمهوريه جديده تراعي حقوق الانسان، مراعيه مواطنيها، معتبره البعد الاقتصادي، ولكن شرط بقى انت بتفتح لمين؟ اللي بيحب ولد اللي بيحب نعم. بلده. اتضحت الفكرة طبعا بكل تأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، شكرا جزيلا لحضرتك. نتكلم دلوقتي مشاهدينا الكرام في محور هام الحقيقة، وهو لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي. عشان نتعرف أكثر عن أهم ملفات وأولويات هذا المحور هيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي. برحب بحضرتك معنا أستاذ خالد. اهلا وسهلا يا فندم، وتحياتي لحضرتك والفريق عمل البرنامج وللساده المشاهدين. بشكرك يا فندم. طبعا الحوار الوطني استاذ خالد بيشتمل على العديد من المحاور، لكن خلينا متفقين انه المحور المجتمعي هو اهم ما يشغل المواطن المصري. يعني بدايه حدثنا عن دلاله تخصيص لجنه معنيه بقضايا الاسره والتماسك المجتمعي ضمن قضايا الحوار الوطني. الامانه العامه للحوار الوطني قررت أن تقسم اللجان إلى ورش عمل وصلت إلى 124 ورشة، من ضمنها المحور الاجتماعي اللي بيندرج تحته بند العنف، بند لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي. لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قرر المجتمعون في الأمانة أن تنقسم إلى ظاهرة الطلاق، المشاكل والحلول، العنف الأسري، الأسباب وسبل المواجهة، المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي. دول ثلاث نقاط بتنقسم تحتيهم أو بتندرج تحتيهم ما يتعلق بالأسرة والتماسك المجتمعي. الأسرة في مصر بيحكمها قانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية. وصلتوا لإيه يا فندم؟ يعني بعد جهد وجلسات لمدة 10 شهور وصلتوا لإيه في هذه المحاور؟ طبعا إحدى كأحزاب سياسية، حزب الشعب الديمقراطي وحزب الريادة وحزب الأحرار، بنندرج تحت تحالف الأحزاب المصرية اللي بيشكل حوالي 42 حزب. طبعا الأحزاب دي في حالة انعقاد دائم
بالضبط زي حالة الانعقاد الدائم اللي أعلنتها أبالة الحوار. كل أسبوع إحنا في ثلاث أيام بنخصص حوالي 4 أو 5 ساعات لأجل مناقشة كل الموضوعات، من ضمنها موضوع لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي. أول حاجة، الأسرة في مصر بيحكمها قانون معمول سنة 1920، يعني من حوالي قرن وسنتين جرت عليه تعديلات. هذه التعديلات أشبه بتعديلات بتحصل لمنزل عدى على إنشاؤه 102 عام، يعني ترميمات. ترميمات، حضرتك بتقول إنه هذه التعديلات لا تواكب ما طرأ على المجتمع المصري من تغيرات. أنا بكلم المواطن البسيط دلوقتي، أنا بكلم بكل صراحة، أنا تخصصي، أنا رئيس حزب الشعب الديمقراطي ولكني محامي ناقد، فأنا بعمل في المحاماة من 30 سنة، فهذه الآلام أشعر بها بشكل دائم. فلأجل أن نصل بصوتنا إلى المواطن ولأجل أن نجعل المواطن يفهم ما نقول، لابد أن ننزل إلى مستوى المواطن. من سنة 20 وإحنا قاعدين نعمل تعديلات. بالإضافة لحاجة تانية عايز أقول لحضرتك، إن مثلا اللي بيحكم موضوع الولاية على النفس اللي هم الأيتام والأرامل وغيره، قانون مرسوم بقانون معمول سنة 52، مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 52. طبعا كل هذه القوانين والمراسيم لا تصلح الآن في الجمهورية الجديدة. نحن نبني جمهورية جديدة كما قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكيف نبني جمهورية جديدة ولدينا قانون أو قوانين لا يصلح للهوية المصرية؟ بكل تأكيد يعني طبعا الشخصية والهوية المصرية ويعني الأسرة والزوج والزوجة في يعني منذ العشرات السنوات ما كان ينطبق في هذا الوقت لا يصلح الآن طبعا. بالفعل احنا كنا في هذه الفترة تحت الاحتلال الإنجليزي، فالدول التي تصدر فيها قوانين وهي محتلة بيبقى في تأثير على أهلية متخذ القرار. نحن الآن أحرار مستقلين نتمتع بالحرية، نتمتع بالديمقراطية. البلد تقدمت يعني مئات السنين للأمام، نحن الآن في إطار الحداثة، في إطار ربما. أستاذ خالد خليني يعني بدون مقاطعة لحضرتك عن الثواب، ربما يعني كان هناك في البداية يعني تدخل الأهل وهذه الأمور، الآن القانون يحتاج يعني يد من حديد للفصل في النزاعات، في مشاكل الرؤية، في مشاكل النفقة. هناك العديد من الأمور جدت على المجتمع المصري تختلف يعني كثيرا عما مضى. ربما أصلا كانت فكرة الطلاق لم تكن واردة بهذا الشكل الذي نشهده الآن في هذه السنوات. هل تعلمي سيدتي الفاضلة أن المرأة المصرية عندما تطلب النفقة لها ولأولادها، حتى سواء كانت منفصلة أو مش منفصلة لازالت على ذمة جوزها، لازم تقعد سنتين ثلاثة ثلاث سنين لغاية لما تاخد نفقة؟ كيف تستطيع أن تعيش؟ كيف تستطيع أن تواجه الحياة؟ لا، نحن الآن أمام المحك. إذن هذا المحور الهام، المحور المجتمعي يعني في الحوار الوطني بيناقش كل هذه القضايا اللي بتهم الأسرة المصرية والمواطن المصري بشكل كامل. الحوار الوطني وسام على صدورنا جميعا، نعلم مدى أهميته، وهو الذي سوف يثمر ويفيض بالفائدة على المجتمع ككل. الحوار لا فرض الإرادة، يعني صحيح. اللي فاكر انه عايز يفرض ارادته على الشعب المصري، لا، نحن لم نقل كلمتنا، والاحزاب السياسيه، نص قوه الاحزاب السياسيه ممثله في التحالف الاحزاب المصريه، لابد ان هو يتحاور. لسه ما قلناش راينا، تنتظر، نترقب ان شاء الله افراغ تلك الاراء اللي بتحوي كثير من الجهود في كثير من المؤهلين على اعلى مستوى اللي ادلوا برايهم في احزابنا، وهم قادرون على وضع تشريعات جديده. يعني وعد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي
بإد ما يسفر عنه الحوار سوف يقوم إن شاء الله بتصديره إلى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. أستاذ خالد، في فرعين مهمين برضو خليني يعني أسأل حضرتك فيهم، يعني لا نريد أن نغفلهم، بيندرجوا تحت المحور المجتمعي في الحوار الوطني، وهما التعليم والصحة. نعم. التعليم والصحة. كيف تناولتم هذه المحاور؟ هذه المحاور طبعا تندرج تحت المحور الاجتماعي. التعليم بيبدأ بالمدرسة، المعلم، التعليم ما قبل الجامعي، التعليم ما بعد الجامعي، تفاصيل كثيرة جدا جدا جدا. أهم ما فيها إن إحنا عايزين نخلي المدرسة ترجع تاني لدورها. السناتر لن تكون بديلا عن المدرسة. صحيح. تحية العلم لازم ترسخ الوجدان وتربي الأجيال، والمدرسة لازم ترجع المعلم أهم عنصر في البلد. صحيح. المعلم هو اللي بيصنع الضابط، بيصنع القائد، وبيصنع الطبيب والمهندس والمحامي والمذيعة وكل شيء. المعلم في وجهة نظرنا هو كل شيء في هذا الوطن، بالإضافة طبعا إلى المناهج، إضافة إلى صحيح يعني أكيد في جهد مبذول طبعا في لجنة الأسرة والتمسك المجتمعي. بكل تأكيد طبعا. أنا بشكرك شكرا جزيلا، بعتذر على عن ضيق الوقت، الأستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، شكرا جزيلا لحضرتك. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام بينضم إلينا حسن ترك، الأستاذ حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، برحب بحضرتك يا فندم. أستاذ حسن، كيف ترى النجاح في جمع القوى والأحزاب المختلفة أيديولوجيا على طاولة واحدة يعني في هذا التوقيت؟ هو طبعا كل الأحزاب وطنية وبتحب البلد وهمها البلد، بنختلف في الأيديولوجيات، الاشتراكي، ليبرالي، لكن كلنا هدف واحد اللي هو النهوض بهذا البلد وتقديم أفضل ما يمكن عندهم لمستوى معيشي أفضل للشعب المصري كله. فكلنا بنتفق على هذا المبدأ العام، وكلنا بننصهر في إخراج مخرجات تؤدي بالبلد إلى التقدم والدخول بقوة في الجمهورية الجديدة. خليني أسأل حضرتك بس عن أهمية القضايا والملفات اللي أعلن عنها مجلس الأمناء تمهيدا للانطلاق الفعلي لجلسات الحوار. هو طبعا الحوار شامل وفي غطى كل النواحي، الثلاث محاور وكل محور ينبثق عنه عدد من اللجان. بصراحة غطت كل كبيرة وصغيرة، خدوا وقت كتير، لكن بصراحة إن المجهود اللي هم قدموه يشكروا عليه، لأن هو ده بمثابة دستور للجمهورية الجديدة. لو اتغطت كل النواحي دي وكل الحزب قدم الأفكار اللي عنده والمخرجات، سوف يضع دستور البلاد فعلا يستمر لمدة يعني مئات السنين القادمة إن شاء الله، لأنه بيراعي كل النواحي الصغيرة والكبيرة في الأسرة المصرية وفي الاقتصاد وفي الزراعة وفي الصناعة والاستثمار والسياحة. كل هذه المخرجات لو فعلا تطبقت على الأمر بعد الدراسة الوافية سوف تنهض بمصر نهضة جميلة جدا. الحوار هو الوصول إلى أحسن السبل والطرق والحياة المعيشية لمصر كلها. بعد جهد 10 شهور يا فندم وتبادل الآراء والأفكار انطلاقا طبعا من أرضية وطنية تجمع يعني الكل، كيف ترى الرابط بين الحوار الوطني وتنفيذ الاستراتيجية، وكذلك كيف ترى الخطوات التنفيذية نحو هذه الخطوة النهائية؟ احنا بنتمنى ان شاء الله ان المخرجات تكون جيدة جدا، وان ان شاء الله سوف تدعى على حضرة الرئيس، على فخامة رئيس الجمهورية، وهو سوف ينتقي منها ما هو مناسب ويعرض على مجلس الشعب ويخرج منه بعد ذلك قوانين تعديل اشياء كثيره جدا، لان في بعض القوانين عدى عليها اكثر من 100 سنة ولم تغير. فان شاء الله يعني يتم دراستها بدراسه وافيه جدا من فخامه الرئيس، وبعد ذلك تعرض على مجلس الشعب يتم تمحيصها وتدقيقها واخراج منها مخرجات وقوانين سوف تتم في رفع مستوى المعيشه وتقدم مصر نحو الجمهوريه الجديده وتكون بمثابه دستور للبلاد، سوف يؤدي الى رفاهية ورفع مستوى المعيشة بقدر الإمكان، وإن مستوى أفضل بكثير جدا ثقافيا وحضاريا يليق بمكانة مصر على مستوى تقدمها، وإن هي حسن الأمل للبلاد العربية كلها طبعا.
سؤالي الأخير لحضرتك، يعني كيف ترى الأحزاب السياسية أهمية الحوار الوطني في هذا التوقيت، يعني تحديدا ونحن نتوجه ونتجه أو ربما اتجهنا منذ فترة لبناء جمهورية جديدة؟ هو توقيت مناسب جدا. احنا الفترة الماضية طبعا تخلينا عن البداية الديمقراطية لأن البلد كانت بتمر بمرحلة صعبة جدا جدا بعد مرحلة الإخوان طبعا والإرهاب، وإن هم قدروا إن هم يعملوا طبعا دخلوا على القناة الفضائية وقدروا يأثروا على فئة من الشعب كثيرة جدا ويلعبوا بأفكارهم، وكان في انفلات أمني. فهذه الفئة التي ربما بعد هذه الفترة الضاغطة بعد فترة الإخوان أستاذ حسن، يعني دخلنا بعدها الحقيقة ودخل العالم كله في أزمات متتالية، يعني أبرزها طبعا كوفيد وتلتها بعد كده الحرب الروسية الأوكرانية، كل ده انعكس بكل تأكيد على يعني العديد من المجتمعات والدول ومنها مصر. رأيك في هذا التوقيت، يعني أبرز الملفات التي تناقش لتنعكس على الحياة السياسية والمجتمعية وغيرها ليشعر بها المواطن المصري؟ ما المواطن بيشعر بها الآن دلوقتي بالاستقرار والأمن الذي تنعم به مصر، ولذلك كانت تم تفعيل لجنة العفو الرئاسي لكي تعفو عن ما هو كان انخرط نتيجة أفكار خاطئة وكذلك، لكن هو أصلا إنسان سليم ووفي، فتم تفعيل لجنة العفو الرئاسي لهذه الأمور، ومن كان في انفلات امني وانخرط في هذه الاشياء فتعفو عنه فعلا لجنه العفو الرئاسي. الان المجتمع مستقر، الحاله الاقتصاديه مستقره، العالم كله يعاني، الحمد لله مصر لا تعاني مثل ما يعاني العالم كله. الان مصر تمشي بخطوات سابقه نحو مستقبل افضل، احنا شايفين المشروعات التي تمت الطرق والمواصلات وتحسين هذه الطرق، قللت من حوادث واسرعت الاستثمار، سوف ياتي الى مصر كثير جدا بعد هذه الطرق والمواصلات، لان كان لا ياتي لان كان ياخذ وقت كثير جدا للانتقال من بلد الى اخر الى الميناء الى المطار، فالان هذه كلها سوف تعود على الاستثمار في مصر بقوه. طبعا المناخ في مصر مناسب جدا للاستثمار بالنسبه للقوى العامله، ان احنا عندنا ايدي عامله محره كثيره جدا، الشغالين المصريين اللي بيطلعوا في الخارج بيبقوا من انجح الشخصيات والعماله في الخارج والافكار السياسيه، فان شاء الله مصر جاذبه للاستثمار. احنا شايفين كل البلاد العربيه كمان بتاتي للاستثمار في مصر، مصر بلد الامن والامان للبلاد العربيه كلها، احنا الجاليات العربيه اللي موجوده هنا ما بنقولش راجعين، بنقول جالياتهم في وطنهم، ما عندناش خيم، الناس عايشه في زي المصريين وبيتعاملوا ضريبيا وسجل تجاري زي المصريين بالظبط، فمصر مناخها قوي جدا للاستثمار، ان شاء الله تشهد في الفتره القادمه استثمارات وصناعات ثقيله جدا هتساهم في نمو الاقتصاد المصري ورفع مستوى المعيشه، لانها تنعم بالامن والاستقرار على مستوى العالم كله، احنا شايفين البلاد كلها بتتخبط في حرب روسيا واوكرانيا اثرت على الاتحاد الاوروبي، انجلترا قافله كتير من مصانعها، المانيا قافله كتير من مصانعها، العالم كله بيتخبط، الحمد لله احنا مصر في رمانه الميزان. صحيح. وهي عمود الخيمه بالنسبه للامه العربيه. احنا شايفين بيحاول قوى الشر ان هي توقع مصر، لكن الحمد لله مصر ثابته وقويه طبعا باذن الله، يعني دائما وابدا. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، شكرا جزيلا لحضرتك. أنا بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام بكل تأكيد لانضمامكم إلى هذه التغطية الخاصة واللي تحدثنا فيها عن الحوار الوطني وأهميته وتوقيته. بشكركم شكرا جزيلا وألتقيكم في وقت آخر. شكرا إلى حضراتكم.